كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله برقية شكر جوابية إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وذلك ردا على برقية سموه المهنئة بمناسبة فوز منتخب البحرين لكرة القدم بكأس الخليج العربي. وفيما يلي نص البرقية: صاحب السمو الملكي الابن العزيز الأمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تلقينا بمزيد من التقدير برقية سمو ابننا العزيز المهنئ لنا بمناسبة إحراز المنتخب الوطني لكرة القدم لقب بطولة كأس الخليج العربي 24 لكرة القدم بعد فوزه المستحق على شقيقه المنتخب السعودي في إنجاز رياضي جديد يدعو للفخر والاعتزاز وتتويجا للإنجازات الرياضية المتتالية التي تحققها المملكة على المستويين الإقليمي والدولي، وفي ظل الدعم والرعاية الكبيرة التي يوليها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه للنهوض بالرياضة البحرينية. ويسرنا بهذه المناسبة أن نشيد بمستوى الأداء المتميز الذي قدمه المنتخب الوطني لكرة القدم والذي حظي بإعجاب وتقدير الجميع وما حققه من نجاح يسهم في تعزيز مكانة المملكة في مجال الرياضة، متمنين دوام التوفيق للرياضة البحرينية في حصد المزيد من الإنجازات التي ترفع اسم البحرين عاليا في مختلف المحافل والبطولات الإقليمية والدولية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.